بالله عليك بيت وش كبره وش عرضه قلم ما فيه. ما عندكم قلم؟ لا لا والله ما عندنا. شوف دور عند التلفزيون فوق التلفزيون كيف تحصل يا اخي. انا كم مرة قايل ليك لا تتغيب عني لكن انت ما تسمع الكلام. يلا يلا حبيب ما في وقت، تعال جيب القلم خلنا نملي الاستمارات. على شرط اول شي تملون استمارتي. زين زين روح جيب بطاقتك بسرعة. البطاقة عندي. يلا وهاي البطاقة. عافية عليك. الساعة كم موعدنا ويا الشركة؟ الساعة 5. 5؟ ايه. ها اخوك خلصني بعدين استمارتي. لحظة لحظة مكي، خلي اول خلص استمارتي بعدين استمارتي. براحتك براحتك. زين شباب باقي وقت واجل عن الساعة 5، وايش رايكم نروح السوق دار نروح الشركة؟ ابو علي عاد تعكس، اول تروح الشركة بعدين السوق، اول الشركة بعدين السوق يا اخي. تعال على فكرة احنا نسينا الصالة، تدرون نروح الصالة نحجز اول وبعدين السوق وطالعين على الشركة. يا شباب يا شباب والله عندنا وقت واجد، في وقت طمعوني. حبيب حبيب يا حبيبي افهم، اول نروح الشركة بعدين السوق. وانا اقول نحجز الصالة اول. شباب اول وين بتروحون الحين؟ ما علي ما علي. مش لازم تتفقون اول ما يصير. والله عندنا وقت واجد. اول نروح الشركة بعدين السوق. حكي لي اياكم ضايع. تدرون مش رايكم نسوي القرار؟ لا نفنش القرار. انا وياك انا وياك وصدق بيطلع الينا. ابو علي ابو علي تعال تعال. ابو علي. حبيب. حبيب. احنا كيف ما اقول لك حجوات حط القبه. لحظه انا قلت لك المطبعه نروح المطبعه بعدين الشركه المكان اللي تبونه. خلينا نتفق بركه 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 عدلنا كلامنا. شباب خلينا نتفق، خلينا نتفق على الكلمه. تدرون انا عندي الحل. لحظه الو السلام عليكم، كيف الحال حج عمار؟ طيبين؟ الحمد لله. انزين حج عمار. اي نعم ابو عمار مسامحه. اليوم ما بنقدر نجي المقابله، تقدر تاجلها لنا مباشره؟ ها؟ خير ان شاء الله خير ان شاء الله. مشكورين. يلا فما الله.
خير؟ شفيه؟ شباب ترى الشركة وظفوا ناس غيرنا. أفاه، والحل الحين؟ بس قوموا 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 شباب قوموا. انت على المكان ما تفهمت على صح منكم شباب قايل لكم واحد يمين واحد يسار واحد شباب شباب الحين عاد خلاص بصراحة ما تتفقون أنا أقول إن شركة المقاولات أفضل لا 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 أنا أقول نروح مرة ثانية الشركة نفسها ياه خلينا أنا قلت لكم نروح المطبعة أفضل أخف إلينا بس المطبعة راتبها ضعيف أنا أقول طاوعوني نروح الشركة نفسها أحسن إلينا والله نروح المطبعة أحسن أنا أقول لكم شركة المقاولات أنا أقول الشركة نفسها المقاولات يا جماعة الشركة نفسها مش الحكي هذا حكي نفسها الشركة نفسها خلينا نتفق يا أخي خلينا نقول كلمة خلاص اتفقنا الشركة نفسها اتفقنا بس لا 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 أنا المقاولات شركة المقاولات أنا أقول المطبعة أحسن رواتبها أفضل أنا أقول رواتبها ضعيف ومن قال لك ضعيف؟ الشركة اللي رحناها بير اتصلوا لنا مرة ثانية الشركة نفسها خلاص انهوا الموضوع يا أخي أخي يا أخي يقول لك أخذهم يقول لك أخذهم وظفوا ناس إيه أخذوا ناس خلاص ما يبون أنا أقول لك يبون ما عليكم ما نروح مرة ثانية ما عليكم تنخ ها شنو قلت؟ أنا طاوعوني نروح شركة المقاولات أحسن ما تتفقوا والله ما تتفقوا هذا يقول كلمة وذاك يقول كلمة لازم انت ليش ما تتفق يا انا انا متفق ابي المطبعه انا متفق متفق انا تبي المطبعه انا اقول لك شركه المقاولات تقول مطبعه انا متفق بالشركه زين وانا بعد متفق وياكم على شركه المقاولات ها حكي وياكم ضايع تدرون وش رايكم نسوي قرعه لا نفنش قرعه اي ايوه انا ويا انا ويا قرعه وصدقني بيطلع الينا احنا ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسى والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان بعد طبع الوفا صار الجفا والمؤتمن خان هاي الدنيا ألوان لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ألوان هاي الدنيا ألوان ناس تغيرت ماضيها نسى والحاضر هوان هاي الدنيا ألوان